طبعا السوق متميزة بخضارها المحلية الطازجة ذات نكهة مميزة، يعني الزبون لما ياخذها يرجع للسوق، غير عن المنتجات المستوردة. ألوان مختلفة، طبعا هي بذور تجي مهجنة نستوردها من برا، ومتوفرة يعني هنا عندنا، ألوان عديدة مثل تشيري البنفسجي والأصفر والبرتقالي والأحمر. أنا أول ما شو اسمه صارت عندي مزرعة خاصة بي، فكرت إن أزرع المنتجات اللي ما حد يزرعها في مملكة البحرين، وقمت أفكر في أشياء وايد زراعة اللي هي زراعة الهجين، يعني عندكم مثلا زراعة القرنابيط بألوانه، الكوسة الصفراء، عندي منتجات كثيرة ملونة. يعني احنا نحاول ان نزرع بطريقة عضوية في المزرعة، يعني نتباعد عن رش مبيدات كيماوية او اسمدة كيماوية، نحاول ان نسمد من حيوان في المزرعة، والله الاقبال نقول جيد جدا، يعني هو خصوصا البحريني يحب يشتري من ارض بلده، يعني ويفضل هو المنتج البحريني بشكل عام.